السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلاً وسهلاً بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. النهاردة تعالوا نشوف موضوع حصتنا، النهاردة المراجعة النهائية بتاع ليلة الامتحان، نركز مع بعض ونشوف الإجابة الصحيحة والأسئلة ونمط الأسئلة. أول سؤال معانا إن شاء الله هيكون عبارة عن أكمل العبارات الآتية: وحدة قياس القوة نقط، بينما وحدة قياس الكثافة نقط. هي القوة بتقاس بإيه؟ بتقاس بالنيوتن، يبقى الوحدة القياس نيوتن، بينما وحدة قياس الكثافة هي جرام لكل سنتيمتر مكعب. تستخدم سبيكة نقط في صناعة الحلي، بينما تستخدم سبيكة نقط في صناعة ملفات التسخين. إيه هي السبيكة اللي بتستخدم في صناعة الحلي؟ هي سبيكة الذهب والنحاس. بينما تستخدم سبيكة إيه في صناعة ملفات التسخين اللي هي النيكل كروم. تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى نقط، بينما تتركب هذه الوحدات من وحدات أصغر تسمى نقط. إحنا عندنا المادة بتتكون من وحدات صغيرة اسمها الجزيئات، والجزيئات بهذه الوحدات بتتركب من وحدات أصغر تسمى الذرات. أقرب مستويات الطاقة للنواة هو المستوى نقط، وأبعدها هو المستوى نقط. تعالوا نشوف نتذكر كده مع بعض المعلومة، إن أنا عندي 7 مستويات للطاقة، اللي هي بداية من K L M N O B Q. هنا الأقرب للنواة مين؟ اللي هو K. طب والأبعد هيكون إيه؟ هيكون Q. 5 محلول نقط جيد التوصيل للتيار الكهربي، بينما محلول نقط رديء التوصيل للتيار الكهربي. أنا عندي المحاليل اللي بتوصل للتيار الكهربي هي محاليل الأحماض، يا محلول الملح الطعام، يا محلول الإيه؟ القلويات. يبقى أنا هكتب هنا مثلا محلول ملح الطعام، ممكن أكتب إيه؟ محلول الأحماض أو محلول القلويات. بينما محلول نقط رديء التوصيل للتيار الكهربي، أنا عندي المحلول كلوريد الهيدروجين في البنزين أو محلول السكر في الماء، دول رديء التوصيل للتيار الكهربي. 6 القطب الموجب في العمود الكهربي البسيط هو لوح نقط، بينما القطب السالب هو لوح نقط. القطب الموجب في العمود الكهربي البسيط هو كان لوح الايه؟ النحاس، بينما القطب السالب في العمود الكهربي كان هو لوح الخرسين. جسم طاقة حركته 64 جول وسرعته 4 متر لكل ثانية أو على الثانية، تكون كتلته نقط كيلو جرام. إيه هنا أما يجيني مسألة عن طاقة الوضع أو طاقة الحركة لازما إيه؟ لازما أستخدم القانون. هو قال لي إيه؟ مديني طاقة الحركة ومديني السرعة وعايز الكتلة. طب أنا حافظة القانون بتاع مين؟ بتاع إن طاقة الحركة، هجيب من الأول أهو القانون الأساسي، بيساوي إيه؟ نص الكتلة في إيه؟ في مربع مين؟ مربع السرعة. يعني السرعة بضربها في نفسها إيه؟ في نفسها. طيب دلوقتي أو عين تربية، طب أنا دلوقتي مديني طاقة الحركة ومديني السرعة، بس هو عايز الكتلة، يبقى الكتلة القانون بتاعها اللي هو العلاقة الرياضية اللي أنا هجيبها من خلال طاقة الحركة يساوي إيه؟ 2 طاقة الحركة على مربع مين؟ على مربع السرعة. طب اللي يبقى هنا، إذا هنا يبقى كام؟ 2 في مربع السرعة، قصدي اللي هو طاقة الحركة 64 على السرعة اللي هي 4، ومربعة اللي هو 4 و2 يبقى 4 في إيه؟ في 4. بالاختصار طبعا هنلاقي إن هي بتساوي كام؟ بتساوي 8 كيلو جرام. طب هنا على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الاتنين، 64 على 8 فيها كام؟ فيها 8، يبقى إذا تكون الكتلة 8 كيلو جرام. 8 الطاقة الميكانيكية للجسم تساوي مجموع طاقتي نقط ونقط. أنا عندي تعريف للطاقة الميكانيكية بتقول إيه؟ إنها مجموع طاقتي الوضع والحركة، يبقى تساوي إيه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركة. إذا قلت كتلة جسم متحرك للنصف وزادت سرعته للضعف، فإن طاقة حركته تزداد إلى إيه؟ أنا عندي دلوقتي إن هنا كانت الأول أي مسألة من دي لو أنا جيت وعملتها بأرقام هتوضح لي، وأنا هقول هنا بتزداد لمين؟ بتزداد للضعف. طب أنا جبتها منين؟ أنا هفترض مثلا إن عندنا الكتلة الأولانية كانت 5، لما تقل للنص هتكون إيه؟ 2.5.
تمام. طب السرعة أنا هخليها مثلا 10، السرعة التانية طبعا زادت للضعف يبقى مين؟ يبقى 20. يبقى لما أجيب طاقة الحركة الأولانية اللي هي إيه؟ نص في 5 في 10 في 10 اللي هتساوي إيه؟ 250 جول. طب التانية تبقى إيه؟ نص في 2.5 في 20 في 20، يبقى هنا هتساوي كام؟ هتساوي 500. يبقى إذا فعلا إن أنا كانت عندي الأولانية لما كانت الكتلة بتاعتي يعني في المسألة الأولانية كانت 250، لما جيت قللت الكتلة خليتها للنص وزودت السرعة للضعف لقيتها إنها إيه؟ بتزيد طاقة الحركة مين؟ للضعف. يبقى بالنسبة للسؤال دوت لو أنا مش هقدر أجيبه أعمل إيه؟ أفترض أرقام من عندي وبالتالي هيطلع الأرقام وهعرف إن هي بتزيد ولا بتقل بالنسبة للقوانين اللي هي عندنا. يبقى تاني إن أنا لا بيقول لي إذا قلت كتلة الجسم متحرك للنصف وزادت سرعته للضعف فإن طاقة حركته تزداد إيه؟ تزداد إلى الضعف. إذا كانت طاقة وضع جسم 100 جول وطاقة حركته 50 جول فإن طاقته الميكانيكية تساوي، أنا هنا عايز طاقة الميكانيكية، طب ما أنا عندي قانون بيقول إيه؟ إن الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة مين؟ طاقة الحركة. يبقى أقول 100 زائد 50 هتساوي ايه؟ 150 ايه؟ 150 جول. ينتقل التيار الكهربي في العمود الكهربي البسيط من لوح نقط الى لوح نقط الى لوح نقط. هو بينتقل التيار الكهربي من لوح النحاس الموجب او القطب الموجب الى لوح الايه؟ الخرسين اللي هو القطب الايه؟ السائل. الرمز الكيميائي لعنصر الكبريت هو، بينما الرمز الكيميائي لعنصر الكلور نقط. الرمز الكيميائي لعنصر الكبريت هو S، وطبعا هنا لازم نكتبها كابيتال. لو انا عندي العنصر ده او الرمز الكيميائي بتاع العنصر لو هو بيتكون من حرف واحد يبقى لازم نكتبه ايه؟ كابيتال. اما لو كان حرفين اكتب الحرف الاولاني كابيتال والتاني سمول. بينما الرمز الكيميائي لعنصر الكلور هو ايه؟ Cl، فعشان كده هكتب السي كابيتال والال ايه؟ سمول. من المبادئ المستخدمة في تصنيف النباتات نقط ونقط. أنا بصنف النباتات على حسب إيه؟ الشكل الظاهري وطريقة مين؟ التفاصيل. الوحدة الأساسية لتصنيف الكائنات الحية هي نقط. للعالم مين؟ الوحدة الأساسية اللي هي النوع كانت للعالم مين؟ ينيوس. إذا زادت القوة للضعف وقلت الإزاحة إلى الربع فإن الشغل نقط. أنا عندي هنا الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، طب أنا زودت القوة للضعف وقللت الإزاحة للربع يبقى إيه؟ يبقى الشغل هيقل مين؟ هيقل للنصف. لو مش عارفاها هفترض أرقام وبالتالي إن أنا هطلع الشغل هنلاقيه إن هو بيقل مين؟ بيقل للنصف. ما النتائج المترتبة على اكتساب الإلكترون كما من الطاقة يساوي الفرق بين طاقتي مستويين؟ يعني هو كان الإلكترون كان في مستوى طاقة وبعدين اكتسب إيه؟ كم من الطاقة، فإيه اللي هيحصل له؟ ينتقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى وتصبح الذرة مصغرة. زيادة سرعة الجسم للضعف بالنسبة لطاقة الحركة، أنا جيت أنا عندي إن طاقة الحركة بتتناسب تناسبًا طرديًا مع مربع مين؟ السرعة، طب أنا دلوقتي جيت أو السرعة، جيت زودت مين؟ السرعة للضعف، يبقى هتزداد طاقة الحركة الأربع إيه؟ أمثال، لأن أنا عندي السرعة مين؟ مربعة، فأنا زودت أو هزودها للضعف يبقى هتزيد إيه؟ طاقة الحركة الأربع إيه؟ أمثال. تلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة حتى تتساوى درجة إيه؟ حرارتهم. أربعة، تغيير عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر، إيه اللي هيحصل؟ هيتغير العدد الكتلي والعدد الذري وتتغير شحنة النواة الموجبة وتصبح ذرة لعنصر آخر. تزايد، ما النتائج المترتبة على تزايد الأعداد المعروفة من الكائنات الحية؟ أنا عندي كائنات حية أنواعها كتير، إيه اللي هيحصل؟ يبقى هيؤدي إلى إيه؟ وضع خطط تصنيفية لها وذلك بتقسيمها حسب خصائصها المشتركة في مجموعات حتى تسهل عملية دراستها. عشان كده إحنا حطينا اللي هي الخطط التصنيف عشان نقدر إن إحنا إيه؟ ندرسها.
عدم احتواء نواه ذره الهيدروجين على نيترونات. انا دلوقتي عندي ذره النيتروجين ولا الهيدروجين؟ لا، احنا عندي بيقول لي ايه ذره مين؟ الهيدروجين، ما بتحتويش على نيترونات. يبقى النتائج المترتبه على كده ايه؟ بيتساوى العدد الذري مع العدد ايه؟ الكتلي، لان احنا كنا بنكتبها اتش، العدد الكتلي كان واحد والعدد الذري واحد. يبقى هنا لو انا جبت النيترونات هنا اقول ايه؟ النيترونات بيساوي ايه؟ العدد الكتلي ناقص العدد الذري اللي هو واحد ناقص واحد بيساوي صفر. يبقى اذا فعلا انها ما بتحتويش على مين؟ على نيترونات. فالحالة دي النتائج المترتبة يبقى هنلاقي إن العدد الذري بيتساوى مع العدد مين؟ الكتلة. تزاوج ذكر حمار بري مع أنثى حصان، هل هنا هما من نفس النوع؟ بالطبع لا، يبقى تنتج إيه؟ أنثى عقيمة. ليه؟ لأنهم مش من نفس الإيه؟ النوع. ننتقل إلى سؤال آخر وهو ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي لذرة عنصر. أنا دلوقتي لو أنا جيت لقيت ذرة ولسه شرحها إن عندي العدد الذري بيساوي العدد الكتلي، يبقى لا يحتوي على مين؟ على نيترونات. يبقى نقول إيه؟ عدم وجود نيترونات في نواة الإيه؟ الذرة. اتنين، زيادة حجم غاز بالنسبة لكثافته وهنسبب مع ثبات ايه؟ كتلته. يبقى هنا هنلاقي ان الكثافة بتقل، لان مع زيادة الحجم بتقل مين؟ الكثافة. غمس معدنين مختلفين متصلين بسلك في محلول حمضي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يتولد تيار كهربي. وده الفكرة بتاعت مين؟ بتاعت العمود الكهربي البسيط. لما احنا عندي معدنين مختلفين زي ساق من النحاس وساق من الخرسين في محلول ايه؟ حمضي، بيتم توصيل او بيتولد تيار ايه؟ كهربي. انشاء شبكات التليفون المحمول بالقرب من المنشآت، يبقى ايه اللي هيحصل على هينتج عن كده ويحصل ايه؟ يبقى يحدث تلوث كهرومغناطيسيا. خمسة، استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى مش هيطفي المين؟ الحريق. ليه؟ لأن إحنا كنا بنقول إن إحنا ما ينفعش إن أنا لو عندي حريق بترول ما استخدمش المية في إطفائه، لأن إحنا كنا بنقول لأن كثافة الإيه؟ البترول أقل من كثافة الإيه؟ المية، فهيظهر إيه؟ أو هيطفو على الإيه؟ على السطح، وهيزيد الإيه؟ الحريق إيه؟ مشتعل. يبقى أنا هكتب إيه؟ لن تنطفئ أو لا تنطفئ الحرائق ويظل الحريق إيه؟ مشتعل. ستة، جذب كرة البندول لأعلى ثم تركها، يبقى هتتحرك كرة البندول إيه؟ يميناً ويساراً على جانبي موضع السكون، ويحدث تبادل بين طاقتي الوضع والإيه؟ والحركة. سبعة، لم تتحور الأطراف الأمامية للدلازم، يبقى أنا عندي الدلازم ما بقى، يبقى اللي حصل إحنا عارفين إن هي ثدييات وتحورت الأطراف الأمامية إلى مجاديف. طب هنا ما حصلش التحور، يبقى لن تستطيع العوم في الماء. ترك قطعة من الصوديوم معرضة مباشرة للهواء الجوي، طب هنا دلوقتي أنا عارفة إن الصوديوم دوت من الفلزات النشطة جدا، ولو أنا سبتها في الهواء الجوي إيه اللي هيحصل؟ هتتفاعل. يبقى أنا هكتب إيه؟ تتفاعل لحظيا مع أكسجين الهواء الرطب. تعالوا ننتقل إلى مسألة ونركز مع بعض في المسألة. بيقول لي إيه؟ أربع كرات من النحاس، كتلة كل منها 22 جرام، يعني أنا عندي الأربع كرات من النحاس دي كل كرة الكتلة بتاعتها 22 جرام، وضعت في مغبار مدرج به 90 سنتيمتر مكعب من المية. أنا دلوقتي حطيت أي جسم في المغبار، إيه اللي هيحصل؟ هيرتفع سطح المية. ففعلا الأربع كرات لما حطيتهم في المغبار ارتفع سطح الماء في المغبار إلى 100 سنتيمتر مكعب. احسب كثافة النحاس. أنا دلوقتي هتذكر مع بعض إن أنا عندي حق القانون على طول وأنا مغمضة، لازما وأنا بحل برضو أكتب القانون. أنا بفكر وأقول إن الكثافة لازما يكون عندي حاجتين اللي هي الإيه؟ الكتلة والحجم. طب أنا هدور على الكتلة، ده أنا عندي الكتلة. طب الحجم، الحجم هنا يبقى لازما ان انا اجيبه عشان اقدر اجيب مين؟ الكثافه. طب ما انا عندي الاربع كرات لما كانوا موجودين، ادي المخبار كان فيه كام؟ كان فيه 90. حطيت انا الاربع كرات،
اللي هي من النحاس، لقيت الاربع كرات الميه زادت الى كام لما حطيتهم؟ الى 100. يبقى انا هجيب حجم مين؟ حجم الكرات. يبقى حجم الكرات اللي هم الاربعه يساوي ايه؟ حجم الماء والكرات مع ناقص حجم الميه، يبقى يساوي ايه؟ 100 ناقص 90 بيساوي 10 سنتيمتر مكعب. ده لمين؟ ده الكرات كلها. طب انا عايز اجيب ايه؟ كثافه الكره النحاس اللي هي الواحده بس. يبقى انا هقدر اجيب ايه؟ هجيب بعد كده حجم الكره الواحده، يبقى هتساوي ايه؟ 10 على كام عددهم؟ 4، يبقى تساوي 2.5 سنتيمتر ايه؟ مكعب. يبقى انا دلوقتي بدات ان انا اجيب حجم اهو، يبقى وعندي كتله، يبقى اقدر اجيب الكثافه؟ طبعا. يبقى الكثافه هتساوي ايه؟ الكتله على الحجم، بيساوي الكتله كام؟ 22 على الحجم 2.5، يبقى تساوي كام؟ 8.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ودي فعلا كثافه مين؟ كثافه النحاس، لان الكثافه صفه مميزه او خاصيه فيزيائيه بتميز كل ماده عن ايه؟ عن الاخرى. يبقى لازما وانا بحل اكتب القانون وافكر واشوف ايه اللي موجود، ايه المعطيات اللي موجوده، وايه المطلوب مني عشان اقدر احل المساله. ننتقل الى مساله اخرى بتقول سقط جسم كتلته 4 كيلو جرام وكانت سرعته لحظه اصطدامه بسطح الارض 10 متر على الثانيه، احسب اكبر طاقه حركه للجسم اثناء سقوطه والارتفاع الذي سقط منه الجسم. انا عندي دلوقتي ان الجسم كان فوق كده وهو سقط واتصدم بسطح مين؟ بسطح الارض. احنا قلنا لما يكون الجسم فوق بتكون طاقه الوضع اكبر ما يمكن، ولما بيوصل لسطح الارض بتكون طاقه الحركه اثناء اصطدامه او اثناء السقوط بتكون اكبر ما يمكن. فلذلك هنا ان هو عايز طاقه الايه؟ طاقه الحركه. طب ما طاقه الحركه اثناء الايه؟ السقوط بتبقى اكبر ما يمكن. طب ما انا عندي دلوقتي ان في قانون عشان اقدر اجيب طاقه الحركه، انا كده بفكر عشان اقدر اجيب الايه؟ او انا بفكر في المعطيات. طاقه الحركه لازم يكون في كتله وفي سرعه، اللي هو القانون بتاع نص الكتله في مربع السرعه. طب انا عندي كتله؟ طبعا. وعندي سرعه؟ ايوه طبعا. يبقى انا هنا عندي بقول ان اكبر طاقه حركه للجسم اثناء السقوط هتساوي ايه؟ طاقه حركه الجسم لحظه اصطدامه بسطح مين؟ بسطح الارض. يبقى طاقه الحركه هيساوي ايه؟ نص القانون، نص الكتله في مربع السرعه، يبقى نص في 4 في 10 في 10 الناتج هيكون كام؟ 200 جول. يبقى انا جبت اول مطلوب. طب هو عايز الارتفاع اللي سقط منه الجسم. طب الارتفاع ده هو مين القانون اللي بيبقى فيه علاقه، او فيه ايه هي العلاقه الرياضيه اللي فيه كلمه الارتفاع ده؟ دي طاقه مين؟ طاقه الوضع. طب ما طاقه الوضع هنا عند اعلى نقطه او اقصى ارتفاع هتساوي طاقة الحركة لحظة الاصطدام بتاع مين؟ بسطح الايه؟ بسطح الارض، اللي هي 200 ايه؟ 200 جول. يبقى اذا انا عندي اقدر اجيب، يبقى انا جيت وعرفت طاقة الوضع. طب انا عشان اجيب الارتفاع يبقى لازم أن يكون عندي وزن. يبقى الوزن هجيبه من ايه؟ من العلاقة الرياضية بتقول ان الكتلة او الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. الكتلة كام؟ 4، في عجلة الجاذبية الارضية هي 10. طب هو ممكن يجيبها لي علما بان عجله الجاذبيه الارضيه 10 متر على الثانيه تربيع. طب انا لو ما جابها ليش يبقى انا هعوض بيها عن ايه؟ بكام؟ قيمتها او مقدارها 10. يبقى اذا انا جبت مين؟ الوزن ب 40 ايه؟ نيوتن. عندي وزن وعندي طاقه وضع، يبقى اقدر اجيب الارتفاع. يبقى اقصى الارتفاع يساوي ايه؟ طاقه الوضع على الوزن. طاقه الوضع اللي احنا قلنا ب 200 على الوزن اللي هو 40، يبقى تساوي كام؟ 5 متر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي بتقول كرتان من معدن واحد، وناخد بالنا من كلمة كرتان من معدن واحد. كتلة الأولى 40 جرام وكتلة الثانية 120 جرام، فإذا علمت أن حجم الكرة الأولى 10 سنتيمتر مكعب فما حجم الكرة الثانية؟ هنا أنا عندي معطيات كتلة وعندي حجم اللي هي بتاع الكرة الأولى. أدام مديني المعطيات بتاعة كتلة وحجم، يبقى أقدر على طول القانون اللي بيربط ما بين الكتلة أو في كتلة وفي حجم اللي هي مين؟ الكثافة. يبقى أنا أول حاجة هجيب إيه؟ كثافة مين؟ كثافة الكرة الأولى. القانون بتاعها بيقول إيه؟ الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. طب الكتلة كام الأولى؟ 40، على الحجم كام؟
10 يبقى تساوي كام؟ 4 جرام لكل سنتيمتر ايه؟ مكعب. طب انا دلوقتي دي الكثافه، طب هو مش عايزها، ما هي دي المفتاح اللي انا هجيبه او هجيب منه مين؟ المطلوب اللي هو عايزه، حجم الكره الثانيه. طب انا عشان اجيب حجم يبقى لازم أن يكون عندي كثافه وعندي كتله، طب انا عندي كتله اللي هي الثانيه، طب فين الكثافه؟ انا عندي هنا الكرتين من معدن واحد، يبقى اذا هنا الكثافه واحدة، يبقى هنا عندي الكرتين من معدن واحد، يبقى كثافة الكرة الأولى هتساوي كثافة الكرة الثانية، يبقى تساوي كام؟ 4 جرام لكل سنتيمتر مكعب. عندي كثافة وعندي كتلة يبقى أقدر أجيب الحجم، يبقى الحجم الكرة الثانية بيساوي إيه؟ الكتلة على الكثافة، الكتلة كام بتاع الكرة الثانية؟ 120، والكثافة اللي هي 4 يبقى تساوي 30 سنتيمتر مكعب. سؤال آخر وهو بيقول اذكر أهمية أو استخداما لكل من الخلايا الشمسية، هي أهميتها أو استخدامها إيه؟ تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، تغطية قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم، حماية قطع الغيار من الصدأ والتعب، غاز الهيليوم، غاز الهيليوم بتملأ به بالونات الاحتفالية، الأسنان الأمامية للقنفذ، الأسنان الأمامية للقنفذ كان أهميتها إيه أو استخدامها إيه؟ التقاط، لأنها ممتدة إلى الإيه؟ الخارج، يبقى التقاط الإيه؟ الحشرات. أكمل العبارات التالية باختيار الكلمة المناسبة من بين الأقواس: الهيليوم، الأكسجين، ضوضائيًا، كهرومغناطيسيًا، آكلة الحشرات، اليربوع، الضفدع. واحد بيقول لي مكبرات الصوت تحدث تلوثًا إيه؟ مكبرات الصوت ده هنختارها ان هو تلوث ضوضائي، يبقى هكتب ايه؟ ضوضائيا. نقط يستخدم في ملء بالونات الاحتفالات، مين؟ يبقى نختار الهيليوم، ليه؟ لان كثافته او كثافه الهيليوم اقل من كثافه الهواء، فلذلك يرتفع الى ايه؟ الى اعلى. النباتات نقط لا تستطيع جذورها امتصاص المواد النيتروجينيه من التربه، مين؟ اللي هي نباتات اكله الحشرات زي مين؟ الديونيا والدوروسيرا وحمول الايه؟ الماء. نقط من الحيوانات القارضة التي تلجأ إلى الخمول الصيفي، اللي هي مين؟ اللي هو اليربوع. اكتب الرقم الدال على كل مما يأتي: وزن جسم كتلته 30 كيلو جرام، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر لكل ثانية تربيع. أنا عايز إيه هنا؟ عايز الوزن. طب هنا دلوقتي أنا عندي قانون بيقول إيه؟ إن الوزن بيساوي إيه؟ الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، يبقى إذا هنا الكتلة كام؟ 30، في عجلة الجاذبية الأرضية كام؟ 10، يبقى 30 في 10 بكام؟ ب 300، يبقى الرقم الدال هو 300 نيوتن. العدد الذري لذرة عنصر خامل تدور إلكتروناته في ثلاثة مستويات للطاقة، أنا عايز هنا العدد الذري، ناخد بالنا من كلمة مين؟ من كلمة خامل، خامل ده يعني إيه؟ يعني المستوى الطاقة ممتلئ بالإلكترونات. أو مكتمل بالإلكترونات. طب هنا دلوقتي ما يقول لي في ثلاث مستويات، على طول أعمل ثلاث مستويات اللي هي إيه؟ K L M. طب ما أنا عندي K بيتشبع بكام إلكترون؟ 2، والتاني 8، والتالت 8. طب أنا ليه حطيت هنا 8؟ عشان قال لي إيه؟ خامل. يبقى إذا العدد الذري يساوي كام؟ 2 زائد 8 زائد 8 يساوي كام؟ 18. عدد الفلقات في نبات البسلة، البسلة بتتكون أو هي من نباتات مغطاة البذور اللي هي إيه ذات إيه؟ فلقتين، يبقى هنكتب فلقتين. عدد أزواج أرجل النحلة، هي النحلة دي إيه؟ أنا عندي الأزواج الأرجل المفصلية في حشرات وفي عنكبوتيات وفي ذات الألف قدم أو عديدة الأرجل، يبقى أنا عندي النحلة دي كانت من مين؟ من الحشرات، يبقى بتمتلك ثلاث أزواج من الأرجل مين؟ المفصلية، يبقى أقول ثلاث أزواج. ننتقل إلى سؤال آخر وهو عنصر مستوى الطاقة الأخير L في ذرته أو في ذرته يحتوي على 5 إلكترونات ونواته تحتوي على 7 نيترونات، وضح بالرسم التوزيع الإلكتروني لذرة العنصر، احسب العدد الذري لذرة العنصر، احسب العدد الكتلي لذرة العنصر. تعالوا نفكر مع بعض كده، بيقول لي إيه؟ عنصر مستوى الطاقة الأخير L في ذرته بيحتوي على 5، يبقى أنا هعمل K وهعمل L. هنا الأخير في كام؟ في 5، تمام؟
يبقى الاولاني اصلا بتشبع بكام الكترون؟ 2. يبقى انا هوزع توزيع الكتروني، يبقى انا عرفت ان العدد الذري او عدد البروتونات بيساوي ايه؟ 7، اللي هي 2 5. وهو قال لي في المساله ان عندي اللي هو النواه بتحتوي على 7 نيترونات، يبقى انا كي ب2 وال بكام؟ ب5. يبقى العدد الذري اللي هو بيساوي عدد البروتونات اللي هو 2 زائد 5 بيساوي 7، والعدد الكتلي هو مجموع اعداد البروتونات والنيترونات. يبقى اكتب الايه العلاقه الرياضيه ايه؟ عدد البروتونات زائد عدد النيترونات اللي هي 7 زائد 7 بيساوي 14. صوب ما تحته خط. العلاقه 2 نون اس 2 تحدد عدد النيترونات في مستويات الطاقه الرئيسيه. هنا العلاقه دي اللي هي 2 نون اس 2 بتحدد عدد الالكترونات التي تدور في مستوى او كل مستوى طاقه بيتشبع بعدد معين من ايه؟ الالكترونات. تقل طاقه وضع الجسم تدريجيا بالارتفاع لاعلى. احنا اتفقنا وقلنا ان بتزيد طاقه الوضع بزياده الارتفاع، لانها بتكون عند اقصى ارتفاع اعلى او اكبر ما يمكن، يبقى بدل تقل هنقول ايه؟ تزداد. يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي في ذره عنصر ان ايه؟ ان ايه دي اليمين اللي هي الصوديوم. طب ما انا لسه شارحين وقايلين متذكرين ان العدد الذري بيتساوى مع العدد الكتلي في ذره ايه؟ الهيدروجين اللي هو اتش. جزيء غاز النيون يتكون من ذرتين. النيون ده ايه؟ ده غاز خامل. طب والغازات الخاملة بتتكون من كام ذرة؟ من ذرة واحد. عملية التصعيد هي تحول المادة بالحرارة من الحالة الصلبة أو الصلبة إلى الحالة السائلة. دي عملية مين اللي أنا بحول من الصلبة أو من الصلبة إلى السائلة؟ هي الانصهار. تمتلك الأرنبيات زوجا واحدا من القواطع في كل فك. هنا الأرنبيات بتمتلك زوجين في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي. أمال مين اللي فيه زوجا واحدا في كل فك من القواطع اللي هي القوارض؟ اذكر فرقا واحدا من حيث طريقة التكاثر بين الصنوبر والفجير. الصنوبر هنا هو نبات بيتكاثر بتكوين البذور، لأن هو من ضمن أو من النباتات معرضة لإيه؟ البذور. بينما الفجير بيتكاثر بتكوين مين؟ الجراثيم. قارن بين قدم الجمل وقدم الحصان من حيث ملائمة البيئة التي يعيش فيها كل منهما. قدم الحصان بتنتهي أو نبتدي بقدم الجمل، بتنتهي قدم الجمل بخف مفلطح سميك ليتمكن من المشي على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص إيه فيها، بينما قدم الحصان تنتهي بإيه؟ بحافر قوي ليتمكن من الجري على التربة الصخرية. ما معنى أن طاقة حركة جسم كتلته 10 كيلو جرام تساوي صفر؟ يعني هنا بيقول لي إن طاقة الحركة بتساوي صفر، يبقى الجسم إيه؟ ساكن. يبقى هنا السرعة بتاعته بصفر، لما أجي أضرب نص في الكتلة اللي هي 10 في صفر هتديني إيه؟ صفر، يبقى الجسم إيه؟ ساكن. من الشكل المقابل اذكر اتجاه انتقال الحرارة مع ذكر السبب. أنا عندي جسمين، واحد A واحد B، بس واحد 40 درجة مئوية والتاني 80 درجة مئوية. طب مين الأعلى حرارة؟ اللي هي ال B. يبقى إذا اتجاه انتقال الحرارة هينتقل من مين؟ من B إلى A إلى A. طب ليه؟ يبقى إذا هنا إن تنتقل الحرارة من B إلى A لأن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة اللي هو B إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة اللي هو A. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: واحد جزيء عنصر يتركب من ذرتين في حالة سائلة، يعني سائل بيتكون من ذرتين، يبقى اللي هو البروم. أما لو قال لي جزيء عنصر يتركب من ذرة واحدة في حالة سائلة اللي هو مين؟ الذرة. مقدار الطاقة الذي يساوي الفرق بين طاقتي أي مستويين اللي هو مين؟ الكم. ناتج اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسبة وزنية ثابتة، ده تعريف المركب. قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة، دي المماتنة. إمكانية تحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى، ده قانون بقاء الطاقة. غريزة طبيعية متوارثة في طيور المناطق الباردة، دي اللي هي هجرة الطيور. وطبعاً بتهاجر الطيور، نتذكر المعلومة ليه؟ للبحث عن إيه؟ أماكن أكثر دفئاً وإضاءة لإتمام عملية مين؟ التكاثر.
أحد فروع علم الأحياء يبحث أوجه الشبه والاختلاف بين الكائنات الحية، ده علم تصنيف الكائنات الحية. القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير هو الطاقة، تعريف الطاقة. نباتات بذرية مغطاة البذور تتكون بذورها داخل أغلفة ثمرية، اللي هي نباتات الإيه؟ الزهرية. الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة أو الكوانتم اسمها الذرة المصارة. تحول المادة بالحرارة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، يبقى دي عملية إيه؟ التصعيد. الحالة الحرارية للجسم والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر، دي تعريف درجة مين؟ درجة الحرارة. ننتقل إلى سؤال آخر وهو من الشكل المقابل عندي، اللي هو فكرة العمود الكهربي البسيط في ساق خرسين وساق نحاس ولمونة وبصلة. بيقول لي ماذا يحدث لإبرة البصلة عند غرس طرف سلك النحاس في اللمونة مع التفسير؟ هتنحرف إيه؟ هتنحرف إبرة البصلة في اتجاه معين نتيجة مرور تيار كهربي في سلك مين؟ النحاس. طب لو استبدال ساق الخرسين بساق من النحاس، يعني أنا شلت ساق الخرسين وحطيت نحاس ونحاس، يعني إيه؟ يعني معدنين متشابهين، يبقى لا تنحرف مين؟ البصلة، لأن مش هيمر تيار كهربي، يبقى لا تنحرف إبرة مين؟ البصلة. طب استبدال الليمونة بدرنة البطاطس، إيه اللي هيحصل؟ تنحرف إبرة البصلة ليه؟ لأن درنة البطاطس بتعمل عمل مين؟ اللي هو المحلول الحمضي اللي هو موجود فين؟ في الليمونة، يعني هتوصل للبصلة إنها إيه؟ تنحرف. ماذا تستنتج من مرور التيار الكهربي في السلك في حالة الليمونة؟ يبقى هنا إن أنا عندي طاقة كيميائية تحول أو مختزنة في الليمونة تتحول إلى طاقة كهربية مثل ما يحدث داخل العمود الكهربي البسيط. اختر من العمود ب ما يناسب العمود ألف. أنا عندي العمود ألف في الوزن في الارتفاع، العمود الكهربي البسيط، كائن يلجأ إلى الخمول الصيفي، جسيمات يمكن إهمال كتلتها ولا يمكن إهمال شحنتها، يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، اليربوع، طاقة الوضع، النيترونات، الإلكترونات. يبقى أنا وأنا بقرأ بلاقي إن الوزن في الارتفاع اختار له طاقة الإيه؟ الوضع. العمود الكهربي البسيط يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. كائن يلجأ إلى الخمول الصيفي اللي هو مين؟ اليربوع. جسيمات يمكن إهمال كتلتها ولا يمكن إهمال شحنتها اللي هي الإلكترونات، ليه؟ لأن الإلكترونات كتلتها ضئيلة إذا ما كورنات بكل من إيه؟ كتلة مين؟ البروتون والنيترون. اختر من العمود ب ما يناسب العمود ألف، الكثافة، النوع، العدد الكتلي، المدفع. العمود ب الوحدة الأساسية لتصنيف الكائنات الحية من التطبيقات التكنولوجية التي تنتج حرارة هو عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة، كتلة وحدة الحجوم من المادة هو مجموع أعداد البروتونات والنيترونات داخل النواة، الكثافة اللي هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، النوع الوحدة الأساسية لتصنيف الكائنات الحية، العدد الكتلي هو مجموع أعداد البروتونات والنيترونات داخل النواة، المدفع من التطبيقات التكنولوجية التي تنتج إيه؟ حرارة. اكتب الرمز الكيميائي لكل من العناصر التالية، الزئبق اتش جي يبقى الاتش كابيتال وجي سمول، الكبريت اس، الذهب اي يو، الرصاص بي بي، الهيليوم اتش اي، الكالسيوم سي اي، برضو ادام فيه يعني حرفين يبقى الحرف الاولاني كابيتال والتاني سمول، الفلور اف، المغنيسيوم ام جي، الخرسين زد ان، الالومنيوم AL، الأرجون AR، الكربون C، والسي هنا أدام واحدة يبقى بنكتبها بإيه؟ بالكبت أو حرف كبت. أعد ترتيب كل مجموعة مما يلي بما يناسبها، مديني M وK وN وL، هو دي عبارة عن إيه؟ وبعدين بيطلب مني رتب من الأبعد لنواة الذرة إلى الأقرب، أنا دي عارفاها الرموز بتاعة مستويات الطاقة، يبقى هنا هنرتب من الأبعد للنواة، الأبعد للنواة اللي هي يبقى مين؟ اللي هو N M L K، يبقى كده، يبقى أنا برتب كده اللي هو الأبعد N و M و L و K، عشان هو عايز مين؟ من الأبعد مين؟ أبعد للنواة إلى الأقرب. أرنب، فيل، سحلية، رتب من الأكبر حجما للأقل حجم، مين الأكبر هنا؟ الفيل ثم الأرنب ثم السحلية.
جزيء الأكسجين، جزيء الحديد، جزيء الزيت. رتب المسافات البينية من الصغيرة جدا إلى الكبيرة جدا. هي المسافات البينية الصغيرة جدا بتبقى إيه؟ هو هنا مديني جزيء الأكسجين ده غاز، طب جزيء الحديد ده صلب، جزيء الزيت سائل، يبقى هنا المسافات البينية بتبقى صغيرة فين؟ في الصلبة، يبقى هكتب إيه؟ جزيء الحديد، وبعد كده السائلة اللي هو جزيء الزيت، وبعد كده جزيء الإيه؟ الأكسجين. قارن بين الحشرة الورقية والحرباء من حيث مظهر التكيف ونوع التكيف وسبب التكيف. هنا أنا عندي مظهر التكيف في الحشرة الورقية إن هي لونها وشكل جناحيها يشبهان أوراق النباتات التي تقف عليها. طب بالنسبة لمظهر التكيف في الحرباء تتلون بألوان البيئة السائدة. طب نوع التكيف في الحشرة الورقية دي تكيف إيه؟ تركيبي، بينما الحرباء طبعا بتتلون يعني بتغير اللون، بتبقى ده تكيف وظيفي. سبب التكيف هنا أنا عندي اللي هو الحشرة الورقية حتى يصعب اكتشافها بواسطة أعدائها فلا تصبح هدفا ظاهرا له. بالنسبة للحرباء بالتخفي عن فرائصها من الحشرات التي تقتنصها وتتغذى عليها. حلل لما يأتي. يثبت الفريزر في أعلى الثلاجة ليه؟ حتى يتم تبريد الهواء القريب منه فتزداد كثافته وبالتالي يهبط لأسفل، ويحل محله هواء أقل برودة اللي هي أقل كثافة، ويستمر هبوط وصعود تيارات الهواء إلى أن يتم تبريد الهواء داخل الثلاجة بالكامل. لا يستخدم الماء في إطفاء حرائق البترول لأن كثافة البترول أقل من كثافة الماء فيطفو البترول فوق سطح الماء وبالتالي يظل الحريق مشتعل. نواة الذرة موجبة الشحنة لاحتوائها على إيه؟ بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. لا يمكن تحديد مكان الإلكترون أثناء دورانه حول النواة لأن الإلكترون يدور إيه؟ حول النواة بسرعة فائقة في مستويات الطاقة وبالتالي يصعب تحديد إيه؟ مكان. اختلاف قيمة وزن الجسم عن قيمة كتلته ليه؟ لأن وزن الجسم بيساوي إيه؟ الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، يبقى إذا هنا فعلا إن الوزن هيبقى إيه أكبر أو بيختلف القيمة بتاعته، يبقى نقول لأن وزن الجسم يساوي حاصل ضرب كتلته في عجلة الجاذبية الأرضية. ستة، أهمية وضع خطط تصنيفية للكائنات الحية، هنقول حتى تسهل عملية دراستها نظرا للتنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. طاقة الحركة لأي جسم متحرك تساوي نصف كتلته مضروبا في نقط سرعته، نصف ولا ضعف ولا مربع ولا ثلث. هنا دلوقتي هو عايز ايه؟ افهم السؤال. هو بيقول لي طاقة الحركة يعني القانون، طاقة الحركة بيساوي نص الكتلة، بدل ما هو يكتبها بالحساب كتبها بالعربي، نص الكتلة فيه بدل ما يكتب فيه بالحساب ده ما كتب ايه؟ مضروبة ايه. انا على طول اقرأ وافهم الاول عشان اقدر ايه اختار الاجابة الصحيحة. يبقى انا ايه؟ بنقول مربع السرعة، يبقى مضروبا في مربع سرعة. عنصر يستخدم، نقط يستخدم في طلاء الحديد، النحاس ولا الصوديوم ولا البوتاسيوم ولا ايه اللي بيستخدم في الطلاء؟ اللي هي الفلزات ضعيفة النشاط الكيميائي زي النيكل، يبقى انا هختار النيكل. لا تنتقل الحرارة في نقط عن طريق الحمل، يعني هنا هختار ايه؟ انا مديني كلور والمونيوم وماء واكسجين، طب ما انا الكلور ده غاز والالمونيوم صلب والميه سائل والاكسجين غاز، طب ما انا عندي ان انا في طريقة الحمل ده يا إما غاز يا إما سائل، يبقى إذا الصلبة ما بتتنقلش عن طريق الحمل، يبقى أنا هختار مين؟ هختار الألمونيوم، يبقى إذا لا تنتقل الحرارة في الألمونيوم عن طريق الحمل، ليه؟ لأن الألمونيوم مادة صلبة، ولتنتقل الحرارة في المواد الصلبة عن طريق مين؟ التوصيل. تتحرك جزيئات المادة نقط حركة اهتزازية محدودة، الصلبة ولا السائلة ولا الغازية ولا جميع ما سبق؟ طبعا هنا الصلبة لأنها طبعا لا يوجد مسافات بينية بين وقوة الترابط ايه كبيرة، فلذلك بتتحرك حركة مين؟ اهتزازية. الرمز الكيميائي لذرة عنصر الصوديوم هو NeNONa، الرمز الكيميائي للصوديوم هو Na. نبات نقط من النباتات معرات البذور، الذرة ولا الفول ولا البسلة ولا الصنوبر؟ الذرة والفول والبسلة دي نباتات مغطاة البذور،
اما الصنوبر من النباتات معرات البذور، يبقى انا هختار الصنوبر. ضع علامه صح او غلط امام العبارات الاتيه: واحد، كثافة الهيدروجين تساوي كثافة الهواء. الإجابة هنا غلط. ليه؟ لأن كثافة الهيدروجين أقل من كثافة الهواء. تدور الإلكترونات في مستويات الطاقة حسب أحجامها. غلط، لأن حسب طاقتها. طاقة حركة الجسم الساكن تساوي صفر. الإجابة صحيحة لأن سرعته بتساوي صفر. تعد حشرة العود والحشرة الورقية من أمثلة التكيف بغرض التخفي. الإجابة صحيحة لأنه بيعملوا إيه؟ المماتنة، حتى لا يكونوا إيه؟ مش ظاهرين لايه؟ للاعداء بتاعتهم. ارجل الطيور التي تتغذى على الطحالب والاسماك تنتهي باصابع مكثفه. هو مين من الطيور اللي بتتغذى على الطحالب والاسماك؟ اللي هي البط والاوز. يبقى بتنتهي فعلا باصابع مكثفه. ليه؟ علشان تسهل ايه؟ او تستطيع العوم في الماء وهنا وهي يبقى صح؟ او كمان هنا انها بتتغذى على الطحالب والاسماك لانها اللي هو عندنا المنقار عريض ومسنن من الايه؟ من الاجنان، حتى تستطيع ترشيح الايه؟ الطعام من الماء. جسم كتلته 2 كيلوغرام يتحرك بسرعه 4 متر لكل ثانيه، تكون طاقه حركته 75 جول. انا عندي هنا عايز طاقه الحركه، يبقى انا عندي قانون بيقول ايه؟ نص الكتله في مربع السرعه. يبقى ما اقولش صح ولا غلط لما احل مين المساله. نص الكتله كام؟ 2 في مربع السرعه اللي هي كام؟ 4 في 4. يبقى انا لما اختصر دي مع دي او على الاله، لما اجي اعمل على الاله اقول ايه؟ 1 في 2 في 4 في 4 على 2، يبقى هتدينا كام؟ 16 جول وليس 75. يبقى الاجابه خاطئ. عنصر ذره عنصر ما تدور الكتروناتها في 4 مستويات للطاقه، ويحتوي كل من مستوى الطاقه الاول والاخير فيها على نفس العدد من الالكترونات، وعدد الذري نصف نفس ولا نصف؟ لا نصف. نركز في الايه؟ في القراءه. نصف عدده الكتلي. احسب العدد الذري وعدد النيترونات. تعالوا نفسر مع بعض كده. بيقول لي ان هو بيدور في 4 مستويات. على طول انا هعمل 4 مستويات اللي هي ايه؟ اللي هي كي وال وام وان، تمام كده؟ طب بيقول لي ايه بقى المفتاح بتاع الحل؟ يحتوي كل من مستوى الطاقه الاول والاخير فيها على نفس، هنا نفس اهي، العدد من الالكترونات. يعني طب انا عندي دلوقتي هنا الكبد يتشبع بكم الكترون؟ باثنين. طب ما هو بيقول لي ان الاولاني والاخير نفس العدد من الالكترونات، يبقى انا اثنين، يبقى انا هحط هنا كام؟ اثنين. طب ما هو الثاني بيتشبع بكم الكترون؟ بثمانيه، والثالث بثمانيه. يبقى انا قدرت ان انا اجيب مين؟ العدد الذري. يبقى انا هعمل التوزيع بتاعي اللي هو 2 8 8 2، يبقى العدد الذري يساوي كام؟ 20، اللي هي 2 زائد 8 زائد 8 زائد 2. انا جبت العدد مين؟ العدد الذري، تمام. طب ما هو هنا بيقول لي ايه؟ ان العدد الذري نصف عدده الكتلي. العدد الذري كام؟ 20، يبقى العدد الكتلي كام؟ بيساوي 40. يبقى انا جبت العدد الكتلي. طب انا بجيب العدد الكتلي ليه؟ علشان هو عايز مين؟ عدد مين؟ النيترونات. يبقى عدد النيترونات يساوي ايه؟ العدد الكتلي ناقص العدد الذري. يبقى يساوي 40 ناقص 20 بيساوي كام؟ بيساوي 20. اذكر مثالا واحدا لكل من: جهاز يحول الطاقه الكهربيه الى طاقه ضوئيه وحراريه اللي هو المصباح الكهربي. مواد صلبه لينه في درجه الحراره العاديه اللي هي المطاط. حيوان ثدي عديم الاسنان، يا اما اكتب المدرع او الكسلان لان دول من الثدييات عديمه الاسنان. فلذات نشطه جدا اللي هي الصوديوم او البوتاسيوم. سبيكه تستخدم في ملفات التسخين، يبقى ايه؟ سبيكه النيكل كروم. غاز خامل، يبقى هنكتب يا الارجون صح، النيون صح، الكريبتون، هنكتب الهيليوم صح لان ده غاز خامل. استخرج الكلمة أو العبارة الغير مناسبة: الشمع، الألمونيوم، الزبد، الثلج. أنا هنا هطلع مين الكلمة الغير مناسبة اللي هي الألمونيوم. ليه؟ لأن الشمع والزبد والثلج درجة انصهارهم منخفضة، أما الألمونيوم درجة انصهاره مرتفعة، فعشان كده دي الكلمة الغير مناسبة. طاقة الوضع ومربع السرعة والارتفاع والوزن. أنا عندي هنا هشيل مربع السرعة لأن طاقة الوضع بيساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. الأسد، الكسلان، النمر، الكلب. أنا عندي هنا ثدييات ذات أسنان وعديمة الأسنان، يبقى أنا هقول إيه؟ الكسلان، والباقي ثدييات ذات أسنان اللي هي إيه؟ أنياب مدببة ونتوءات حادة.
ذهب وكروم وصوديوم وبلاتين، يبقى انا هختار ايه؟ هشيل ان الذهب والكروم والبلاتين دي فلزات ضعيفه النشاط الكيميائي، بينما الصوديوم هو من فلزات النشطه ايه؟ نشطه جدا. النشادر والماء والصوديوم وكلوريد الهيدروجين، انا عندي نشادر مركب والماء مركب، لكن الصوديوم عنصر وكلوريد الهيدروجين مركب، يبقى انا هشيل مين؟ الصوديوم، لان هو جزء عنصر والباقي جزء مركب. القمح، الفول، البسله، الصنوبر، هنا عندي القمح والفول والبسله مغطاه البذور، بينما الصنوبر معرات البذور، يبقى انا هختار الصنوبر. انتهينا من المراجعه، وكنت معاكم مس اسماء بكر، ومع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.